نظمت لجنة الخدمات لعمال التربية بولاية تسمسيلت حفل تكريم لفائدة تلاميذ النجباء والأيتام من أبناء القطاع. مراسلة حياة كسوس. الخدمات الاجتماعية للقطاع التربية لولاية تسمسيلت على حملين، هذا الحفل على شرف التلاميذ بفضل مجهودات وظفي قطاع التربية بدون استثناء قطاع التربية. عرفت ولاية تسمسيلت السنة الموسم الدراسي السابق كانت دراسية عالية معتبرة، ونزيد نواصل في هذا البرنامج الذي وضعته برنامج الدراسي مقام، لكن ندعو الجميع لمن تخلف على عملية التلقيح باش يروح يلحق عمسة، تكون عندنا فرص نتلاقاو في معركة وما نسبوش خطورة على بعضنا ونحترم هذه الفرصة. الأبواب ما زالت مفتوحة رغم أن الحملات تنتهي اليوم، لكن ستبقى متواصلة، مراكز التلقيح لا زالت مفتوحة. بنات وأبناء التلاميذ على النجاح والشركاء الاجتماعيين بدون استثناء أكثرهم على المجهودات المبذولة للحفاظ على الاستقرار وكذلك تحسين جودة المدرسة الولاية. أزل فلاون، مرحبا يسون، أنا فلاج ليسا تلميذ متحصلة على شهادة تعليم متوسط بمعدل 17. أولا أشكر مديرية ولاية تسلسيت على هذه الالتفات الجميلة، ووجه شكر خاص والدين والأساتذة على الدعم. تم اليوم قامت حفل بالمتفوقين من التلاميذ الأيتام خاصة بالموسم الدراسي 2020-2021 لشهادة التعليم الابتدائي وشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. شهادة البكالوريا خصصنا 5 ملايين لكل تلميذ، شهادة التعليم الابتدائي 2 مليون، شهادة التعليم المتوسط 3 ملايين. عدد المكرمين 103. اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية تدعم موظفي القطاع للقيام بعملية التلقيح، لأن بطاقة التلقيح ضرورية في عملية القرعة التي تجرى في الأسابيع القادمة الخاصة بالرحلة السياحية خارج الوطن إلى دولة قطر لمساندة الفريق الوطني. تكون المساهمة اللجنة نصف المبلغ.